قوات السلاح الجوي تحت القيادة العامة بإسقاط الطائرة التي الطائرة المسيرة اللاعين التركية التي قتلت أبناء من القوات المسلحة في داخل مدينة بيروت، وقامت بتدمير سيارات السلاح والتمويل التابعة للأهالي في مدينة المنطقة الغربية، واستهداف الطائرة الأولى، وفي طائرة ثانية تم استهدافها في منطقة شميخ من قبل الدفاع الجوي. وهذه الآن الطائرة في وادي دينار الشهيد ومن مواسل تسقط الطائرة الثانية بإذن الله في هذا اليوم المبارك، هو يوم الجمعة 17/4/2020، وبإذن الله من تحرير بنوليه آمنة جوا وبرا بإذن الله بفضل قواتنا المسلحة واحد بن وليد الشرفات الطيبون الذين وقفوا مع قوات المسلحة العربية الليبية. ها هي صواريخ الطائرة الاعتراف بالمجرمين الذين قتلوا أبنائنا وأطفالنا في طرابلس وفي بنغازي وفي ترعون الشريفة وغيرها، وبإذن الله منتصرين يا أخوي.